معنا من بغداد هاتفيا سيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك. إذا المنظمة الدولية للهجرة حذرت من نزوح داخلي جديد في العراق ولا سيما في مدينة الموصل، ماذا يعني ذلك بعد نحو عام ونصف من إعلان السيطرة على المدينة؟ أهلا وسهلا بك وتحية للمشاهدين الكرام. حياك الله. من الطبيعي أن تخرج هذه التقارير بعد فترة زمن على اعلان ما يسمى تحرير ارتداء المهجرين الى منازلهم. هذه التقارير والاعداد التي اعلنتها هو متوقع، ومتوقع اكثر من ذلك في يعني كنا نتوقعه قبل هذه الفتره، ولكن طالت بعض الشيء الى هذا اليوم. وهذه هي الممارسات الممنهجه اللا انسانيه التي تقوم بها الحكومه في بغداد. وعندما تكون هناك ميليشيات وتكون هناك فوضى تحكم هذه البلاد والمدن، فإن من الطبيعي أن تكون هذه الأعداد المهولة في عملية الهجرة العكسية والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي التي تقوم به هذه الميليشيات والقوات الحكومية وبمرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي بات عاجزا تماما عن كفاله حمايه حقوق الانسان في مناطق النزاع. وتتحمل الحكومه الحاليه والميليشيات بكافه اجهزتها وافرادها المسؤوليه الكامله امام القانون الدولي لحقوق الانسان جراء ما يجري في مدينه الموصل وغيرها من المدن، سواء في مناطق حدان بغداد وفي التكريت وفي غيرها من المناطق التي تهجر تتعرض الى الهجره بسبب الممارسات اللا اخلاقيه التي تقوم بها الميليشيات. من اجل ذلك وفد ايطالي زار المدينه مدينه الموصل واكد ان حال اوضاع المدينه كارثيه. ما الذي يمنع الحكومه من اعاده اعمال المدينه ومن المستفيد من ابقائها على حالها؟ طبعا المستفيد اولا واخرا هم الاحزاب ومن ثم الايران بالدرجه الاساس بعد او قبل هذه الاحزاب بحسب ما تكون الفرصه السانحه لاستثمار نفوذها في هذه المناطق. وتعد مدينه الموصل من المناطق الاستراتيجيه للنفوذ الايراني، ولذا تحكم سيطرتها من خلال الحكومه ومن خلال الاحزاب ومن خلال الميليشيات في ابقاء هذا الوضع كما هو الى مده اطول حتى تتمكن من بسط نفوذها تدريجيا وبكامل ارادتها على هذه المناطق. وكما هو معلوم وكما خرج قبل قليل الاخ يتحدث عن هذه المسائل، فهذه هي جمله او حلقه متسلسله من ضمن الحلقات التي تقوم بها ايران، ومن ثم يعني قد نقول ان الولايات المتحده الامريكيه لها اليد في ذلك في منح هذه النهضه وفي منح هذه اعاده البنى التحتيه هذه المدن. وحتى هم يعترفون بذلك، يعني مثلا حاكم الزامي رئيس لجنه الامن والدفاع النيابيه السابق قال ان الميليشيات والاجهزه الامنيه تستولي على اراضي المواطنين بالموصل، هناك اقرار. الى اي مدى يؤكد ذلك ان بالحرب على الموصل غايات سياسيه وماديه بل وطائفيه؟ نعم، هذه ما الحرب التي استخدمها احزاب حاكم الزاملي والاحزاب في سده الحكم وكذلك الميليشيات المرتبطه بايران. هذا الاقوال المتاخره والاعترافات المتاخره التي تخرج هؤلاء السياسيين في فتره ما، وهو يعني لوضع او تخدير لبعض المشاعر التي تثور هنا وهناك حتى يقولون ان الحكومه هي تعي ما تعمل وتعي ما تقول، وبالتالي انها لا توجد هناك يعني ضغوطات خارجيه. وهذا على العكس ما يدعون بانه هذه الامور وهذه الاعترافات هي خطيره جدا، وعلى المجتمع الدولي ان ياخذ هذه الاعترافات على محمل الجديه وان يسعى الى تغيير الوضع القائم بكل ما لديه من قوه حتى تكون هناك يعني سلطه شرعيه بالمجتمع الدولي. ايضا في السياق نفسه يعني تحالف القرار
قال إن الموصل في خطر وإن أهلها بدأوا ينزحون وإن الأساليب ذاتها التي كانت متبعة مع سكان المدينة قبل دخول التنظيم لا تزال تمارس. كيف تقرأ هذا التصريح من تحالف القرار؟ يعني هذه هي كما هو معلوم يخرج أحد من الأطراف الآخر وتنفذ الحرب والقرار هي مزايدات سياسية، هي لعبة سياسية، هي توزيع ومحافظة جديدة تقوم بها في الأحداث سواء تحالف القرار وغير تحالف القرار، لكن اشتركوا في إسالة الدماء في مدينة الموصل وغيرها من المدن التي دمرتها الأحزاب السياسية والميليشيات المرتبطة بها وكذلك المجتمع الدولي من خلال الغارات الجوية والتحالف الجوي، كل هذه تدور في حلقة التدمير للعراق وإبقائه تحت رحمة ومظلة القرارات الأممية ومظلة القرارات الحزبية والمزايدات العلنية التي هنا وهناك تقوم بها هذه الأحزاب السياسية، وبالتالي فإن المتضرر الأول والوحيد في هذه اللعبة السياسية وهذا التدمير الممنهج هم المدنيون سواء كانوا في مدينة الموصل أو في بقية المدن العراقية، ولا يختلف الوضع تماما عن بعض المحافظات في الجنوب جراء السياسة القمعية والسياسة التي دمرت الإنسان قبل المباني وغيرها بسبب الصراعات السياسية والطائفية. شكرا جزيلا لك. هاتفين من بغداد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.